أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أول خبر هو عن الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة، حيث شارك وزير الشباب والرياضة نائف صالح البكري بالحلقات النقاشية التي نظمها قطاع الشباب بالعاصمة المؤقتة عدن لأكثر من 150 شابا وشابة، تم توزيعهم إلى 7 مجموعات ضمن ورش أعمال المنتدى الشبابي الثاني، وتركزت حول آلية التنسيق والتواصل وخطة نشاط القطاع في العام القادم 2023. وتهدف الحلقات النقاشية للمنتدى إلى مد جسور التواصل والتفاعل بين الشباب والوزارة وتعزيز دور الفاعلين منهم. في خبر آخر أيضا، انطلقت منافسة النسخة الرابعة لبطولة كأس العرب للناشئين لكرة القدم 2022 أمس الثلاثاء في مدينة وهران الجزائرية بمشاركة منتخبنا الوطني ومعه 15 منتخبا. تقام البطولة خلال الفترة من 23 من أغسطس الحالي وحتى 8 من سبتمبر المقبل، وتجرى مبارياتها على ملعبي السيق ومستغان. في سياق احتراف لاعبين المنتخب الوطني، حيث كشف نجم المنتخب الوطني الكابتن عبد الواسع المطري عن تجديد تعاقده مع نادي الاتحاد العماني لمدة موسم مقبل بعد أن قضى موسم سابق وكان من اللاعبين المميزين في صفوف الفريق. يعد المطري من أفضل لاعبي المنتخب اليمني في السنوات الأخيرة، وسبق له الاحتراف في أكثر من فريق عماني، كان آخرها النصر العماني قبل الانتقال إلى الاتحاد. صعدت 8 فرق إلى ربع نهائي دوري با صغير المسبحي بمن نسخته السادسة لكرة القدم في مديرية مكيراس بمحافظة الضالع، وبدعم ورعاية كريمة من الشيخ أحمد محمد المسبحي، وتأهل إلى ربع نهائي فريق هكار والصقر والصداقة ونجوم الصباح ونصر الطفة وشباب المديرية والتلال البويب والميد العند. نظم مكتب الشباب والرياضة بمديرية سيحوت بمحافظة المهرة دوري الفقيد الشيخ محمد علي الزويدي لكرة القدم، وبرعاية محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر وبمشاركة أندية المهرة وساحل حضرموت. تعد هذه البطولة الأولى التي تحتضنها مديرية سيحوت من حيث عدد الأندية المشاركة بواقع 12 ناديا، منها 8 أندية من المهرة و4 من ساحل حضرموت. نذهب إلى الأخبار العربية والدولية، حيث توج فريق الزمالك بطلا للدوري المصري للمرة الثانية على التوالي و14 في تاريخه عقب خسارة منافسه فريق بيراميدز أمام فريق فيوتشر، ليهدي الأخير لقب الدوري المصري للزمالك قبل أن يخوض مباراة الاتحاد السكندري والذي كان يحتاج فيها الزمالك للفوز بأي نتيجة من أجل تتويج بلقب الدوري. تصدرت أغنية أرحب القطرية خلال الأسبوع الجاري ضمن المقاطع الموسيقية التصويرية الرسمية لكأس العالم بعد أن تم عرضها لأول مرة على موقع يوتيوب الجمعة الماضية. أخيرا، أعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم أن منتخبه الأول سيلتقي وديا مع نظيره الغاني في الإمارات العربية المتحدة استعدادا لمونديال قطر 2022.